دكتور، السؤال الأول من أخ سائل بيسأل على مسألة العقيقة، بيقول إن هو ذبح عقيقة لبنته ولكن لم يوزع من لحمها على أهله أو على أصدقائه، وزعها كلها على الفقراء، فهل هناك يعني تقبل هذه العقيقة أم لا؟ الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك، ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على حمدهم، والتأمين دعاء، كما أصلنا وفصلنا ذلك في أكثر من مرة في حلقات هذا البرنامج المبارك بحول الله وطوله وفضله. وحتى نكون بمنه وفضله أفضل عبادي يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. والشهادة لصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك، وشهدت به لك ملائكتك، وشهد لك به أولو العلم من خلقك، كما أخبرتنا في ثانية السبع الطوال وثانية الزهروين، فقلت ولازلت قائلا عليما: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسألك من العلم بلا إله إلا الله ما أمرت به حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له في القتال أو في الصورة المسماة باسمه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واختم لهم لي ولكل من يؤمن على هذه الدعوة، اللهم اختم لي ولكل من يؤمن على هذه الدعوة يا ربي، اختم لنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، استبشارا وتفاؤلا بحديث الصادق المصدوق المعصوم صلى الله وسلامه عليه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأرضيان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق، في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، في مثله في مثله، وكذا دوليك في جميع الصلوات والتسليمات التي يصلى ويسلم بها عليه، في علمك في ملكك في دوامك، في جميع صلواتك وتسليماتك عليه، يا من تصلي 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 عليه، كما أخبرتنا في الأحزاب فقلت: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة، وأولى الناس به. اللهم آمين، اللهم آمين، آمين يا رب. وبعد، فالعقيقة سنة ثابتة عن النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والدليل عليها حديثه الصحيح صلوات الله وسلامه عليه: الغلام مرتهن بعقيقته، الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع من ولادته ويحلق رأسه ويسمى. هذا الحديث صحيح، يعني بيّن لنا مشروعية العقيقة، وهي في الأساس شكرا لله سبحانه وتعالى على أن أنعم بنعمة الإنجاب ونعمة الخلف ونعمة الذرية، وهي هبة خالصة من عندي عز وجل، كما قال تعالى في الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، إلى آخر هذا النص الكريم من سورة الشورى. فشرعت العقيقة لشكر الله على هذه النعمة، على هذه النعمة. فالأولاد في القرآن الكريم ورد الحديث عنهم بأنهم هبة، معايا اختصار؟ نعم دكتور. هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الأولاد في القرآن الكريم بشارة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وسيدنا زكريا عليه السلام كما في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله، إيه يا أخي طارق؟ يبشرك.
بشرك، فالأولاد بشارة، يبقى هبة وبشارة ويعني نعم من نعم الله عز وجل. والله جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواج، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين وحفدة. هذا العقيقة دي السنة فيها، السنة فيها أن تقسم أقسام ثلاثة، يكلها على بعضها سنة، كلها على بعضها سنة. وبالمناسبة أمور ثلاثة لابد فيها من إراقة الدم، أمور ثلاثة لابد فيها من إراقة الدم على هذه النية. أي نعم. العقيقة والأضحية والهدي. والهدي. العقيقة والأضحية والهدي، يعني لا يصح أن رجل يرزق بأولاد وبعدين يأتي بلحم ويوزعه على أنه عقيقة. ما ينفعش. لا لا يصح، لأنه لم ترق الدماء على هذه النية. ولذلك في أثناء العقيقة في الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه عق عن الحسن والحسين كبشين، عق عنهم كبشين، يذبح تذبح الذبيحة ويسمى عليها ويقال بسم الله اللهم تقبل هذه عقيقة عن فلان، ويسمى المولود ذكرا كان أنثى، وعن الصبي شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، ويجوز في الصبي أن تكون شاة واحدة. طيب السنة في أن تقسم أقسام ثلاثة، ثلث هدية وثلث صدقة وثلث أكل أهل البيت. ثلث صدقة للفقراء والمساكين، الصدقات للفقراء والمساكين، وثلث هدية. وطبعا الهدية، إيه الفرق بين الهدية والصدقة؟ إن الصدقة لا تكون إلا لفقير. أيوة. إنما الهدية ممكن تكون للغني. عادي. وقد يقول قائل هل الغني محتاج هدية؟ أيوة، غنية وبحب الهدية، البحر بحب الزيادة. هدية، ثلث هدية، ثلث صدقة، ثلث أكل الأهل البيت. طيب أيوة. لو أني أحد الناس لما أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الولد تصدق بالعقيقة كلها. أيوة. تصدق بها كلها لوجه الله. زي سؤال السائل ده دكتور يعني. أيوة أيوة. ده الجزئية المهمة اللي هي مفصلة. أيوة. تصدق بها كلها لا بأس بذلك. أي نعم. لا بأس بذلك شرعا، لأنه بذلك حقق، أولا حقق أن الدم أريق على هذه النية عقيقة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنه هو أصاب الفقراء والمساكين، حيث أن الهدف منها الرئيس هو الشكر وإطعام الفقراء والمساكين. نعم. أي نعم.